هو أقوى من هالك. على الأقل بيقدر يجزم غيظه لما بيلاقي تعليقات زي أنت كذاب قوي يا أدمن، وطريقة مجربة لكسب نص مليون دولار، وأرغب في تكوين علاقات جادة. كفاية أنه حريص على خط التواصل مع كل الناس. محرر السوشيال ميديا بيقابل كل يوم حاجات تخليه أفضل من الرجل الأخضر. الوطن ده قوته في ناسه.